عبر التواصل الجاد، عبر توفير ظروف وشروط التشارك الحقيقي ما بين الفاعل التربوي وما بين الإدارة الإقليمية، والتي لا يمكن إلا أن تتم وتنتج مثل هذه الاحتفالات ذات القيمة العالية لما لها من أثر على التلميذ أولا ثم على المنظومة ككل. المناسبة أيضا لها دلالة خاصة، هي أنها فرصة لبعث الرسالة من جديد، رسالة مفتش التعليم على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي وعلى المستوى الإقليمي. رسالة كنا دوما وكان الأسلاف المقالة لمفتش التعليم يصرون على إيصالها، هي أن المفتشين مستعدون لمد اليد لأي شريك، سواء كان فاعلا جمعويا أو نقابيا أو من الإدارة والأغياء، مد اليد لأجل تحسين واقع هذه المنظومة التي يعلم كل أنها تعاني الأمرين. المناسبة أيضا فرصة للالتفات الحقيقية لهذا المكون الجديد الذي جد في المنظومة التربوية، والذي عنوانه على طوله بعض ما يختزله في الأساتذة المتعاقبين وبعض الآخر يسميهم بمسماهم الأساتذة المنتقلة بموجب العقول. الالتفات إلى الحاجة، وهي حاجة من حاجيات متعددة في التكوين، التفاتة طيبة تنم عن دراية بما تتطلبه الممارسة النفسية. بالطبع التكوين احنا عارفين بأنه وقع حيف كبير على هذه الفئة، هي ماشي فئة سهلة. أنتم أيها السادة الأساتذة والأستاذات، وأعتذر عن تقديم الأساتذة والأستاذات، أنتم خيرة الشباب الذي افتخروا به الساحة التربوية. نحن نعلم أن من ولج إلى هذا المسلك هم الأساتذة الذين كانوا تلاميذ نجباء تفوقوا، لكن لسوء الحظ لم ينالوا حقهم قبل خروج مسار التدريس. تحية للحضور الكريم كل باسمه وصفته. صباح الخير صديقات الأعزاء، أصدقاء الأعزاء، يسعدني ويشرفني باسمي تضامن الجامعي المغربي أن أشارككم هذه الصبحية، وإنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن تتاح لنا الفرصة في التضامن الجامعي المغربي لنقف أمام أستاذات وأساتذة المستقبل. أولا لهذه الجمعية، لنعرف بهذه الجمعية و بدورها وأهدافها ومجالات نشاطها، وثانياً الاشتراك في هذه الدورة التكوينية التي تندرج في صلب اهتماماتنا. نضع بين أيدي الأستاذات والأساتذة مطوية تتضمن أهم المعلومات حول التضامن الجامعي المغربي وخدماته ومبادئه، ولذلك لن أتطرق إليها، ولكن من الأهمية بمكان أن نذكر بالأسس التي يقوم عليها عملنا، وعلى رأسها العمل من أجل صيانة وتعزيز مكسب المدرسة العمومية المغربية والنهوض بأسرة التعليم واستعادة مكانتها الاعتبارية. فنضالنا
تضامن الجامعي وهي من أقدم جمعيات المجتمع المدني التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى سنة 1934 والتي استأنفت نشاطها بالصيغة المغربية في سنة 1960 يهدف أساساً إلى تحقيق تطلع مجتمعنا إلى صنع مستقبل عادل ومزدهر يضمن حياة أفضل لأطفالنا ويحتل فيه المدرسون والمدرسات المكانة التي يستحقونها ويتم الاعتراف لهم بوظيفتهم النبيلة وبالتضحيات التي يقدمونها في أداء رسالتهم. كلمة سي رئيس التضامن الجمعي المغربي، الكلمات الثلاث كلها كانت عبارة عن توجيهات هامة في الصميم تشخيص نسبيا الوضعية ديال المنظومة ووضعية ديال الأساتذة الموظفين في وجه العقوب وما نطمع إليه كشركاء ثلاثة لا في المديرية ولا في المقهى ولا في التضامن الجمعي وأيضا مع شركائنا الذين يحضرون معنا لا من رؤساء المصالح ولا من النقابات المهنية ولا من الجمعيات الابتدائية والمدير الثانوي وأيضا من الصحافة رجال الإعلام الصحافة الذين غير هو كبديل لكل هذه الأنشطة راها أيضا يكملون الهم ديال المنظومة التضامنية. إذا قلت ندير تذكير البرنامج ننتقل بعد هذه الجلسة الافتتاحية إلى الجلسة العامة الأولى وهي جلسة تشريعية وقانونية نستمع فيها إلى عرضين، العرض الأول للأستاذ محدين سكوكو حول التعاقد ثم موضوع حول الرخص للأستاذة حسناء رئيسة مستشارة للموارد البشرية. إذا غادي نطلب من الأستاذة الرخصة والسيد المدير الإقليمي أنهم يسمع لنا ونطلب من الأستاذة محدين سكوكو والأستاذة حسناء العبودي أنهم يلتحقوا بنا. موظفي الأكاديمية سعيد بالالتقاء اليوم في موضوع ربما للمواضيع داخل الرهنية على مستوى الحمد الطباوي وفي غادي نحاولوا نشوفوا هذا الموضوع من زاوية قانونية بين الإشكالات أو التساؤلات ماشي إشكالات ولكن التساؤلات التي يطرحها لدى الرأي العام بحكم أن الموضوع جديد والوضعية ما زال ما مفهومش للناس ولهذا قلت باش ناخذ هذا العنوان رهان جديد يستضيف فوق فرصات وظيفة بالمؤسسة العمومية التضامنية كان هذه الأكاديمية وظيفة جهوية. إذن هذا إذن في بداية المحاضرة مثل الحاسوب ماشي ديالي في المحاضرة ديال العرض غادي نتناول هذا المحاضرة تعريف تضيف التقاعد المدني الليبي التعاقد خدموا التقاعد أهم التساؤلات أهم التساؤلات هي تضيف التعاقد مقارنة بين التضيف والتعاقد بنوعين لأن ما احتاج غير هذا النوع ديال التعاقد كاين نوع آخر في الوظيفة العمومية ثم آثار تضيف التعاقد وفي الخاتمة يعني في الغادي في التوجه ديالنا بالنسبة للتعريف باش نعرفوا التوظيف التعاقد غادي نقارنوا مع الوظيفه العموميه باش يبان لنا شويه الاوجه الشبه واوجه الاختلاف ملي كنلقاو الفصل الثاني من الظاهره الشريفه ديال الوظيفه العموميه هو يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفه قاره ويوصل في رتب السلم الخاص باسلاك الاداره التابعه للدوله. اذا هناك شرطان، الشرط الاول هو إطار خاص يعني وظيفة قارة يعني إطار قارة ثم التقسيم يعني جوج ديال البوايج يمتاز بها الموظف في إطار وظيفة عمومية ثم هذا الموظف هذا الفصل الثالث من نص القانون في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة
لهذا المنطقة لا عنده تعية نظامية إزالة مع من خلال مراسيم ونصوص من بداية يوم عدة فعل محضر الالتحاق بالعمل إلى تسلوه رسالة الشكر أو قرار ديال الإحالة عن التقاعد إما لحد السن أو التقاعد النسبي. ثم هذا هو الموظف هذا الرسمي هو أداة للدولة في تحقيق إشباع الحاجات العامة للأفراد، يعني كاين أن بوسوا، يعني هذا الموظف هذا ما كيجيش ويكون، ولكن هناك حاجة للمجتمع اللي باش يكفل هذه الوظيفة وهذا، وبالتالي هذا التوظيف هذا أو هذا هي حكمة.